إذن أنتقل وإياكم إلى مفدنا من المنطقة الخضراء بدر الركابي. أهلا بك زميلي، ضعنا في الصورة وما الذي يحدث من حولك وكيف هي أوضاع التظاهر؟ تفضل. نعم ميعاد، تحية لك وتحية لجميع السيدات والسادة المشاهدين. نتواجد الآن أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى هنا في المنطقة الخضراء، حيث شهد هذا المبنى توافد بمحيطه من أبناء التيار الصدر الذين انتقلوا بجزء من اعتصامهم من مبنى البرلمان عند الساعة 8:00 أو 8:30 صباحا هنا إلى مجلس القضاء الأعلى بخطوة تصعيدية جديدة وبتطور يعني اليوم ملفت بقضية موقف الاحتجاجات. اليوم هم لديهم مطالب محددة تتعلق بحل البرلمان وكذلك تحديد الكتلة الأكبر، بالإضافة إلى فصل اليوم الادعاء العام عن يعني المحكمة، وبالتالي أيضا عدم تسييس القضاء وكذلك حتى التجديد والتأكيد على ضرورة إجراء انتخابات جديدة بعد حل البرلمان. بالتالي هذه المطالب التي ما تزال هذه الأعداد هي متمسكة بها يعني طاعة وتوجيها من قبل السيد مقتدى الصدر. بالتالي هذه الأعداد حاولت اليوم التواجد هنا إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى من أجل الضغط اليوم على مختلف السلطات من أجل تنفيذ هذه المطالب. دعيني أنتقل معك بصورة ونحن نتحدث، وكما تشاهدين بهذه الصورة التي تصلك الآن بهذه الأعداد المتواجدة، نتحدث صباحا عن يعني أعداد قاربت عن 300 أو لربما 3000 متظاهر ومعتصم كان حاضرا هنا أمام مبنى المجلس القضاء الأعلى. نتحدث الآن عن فترة استراحة، بالتالي بعد الساعة 5:00 كما وصلنا من المصادر هنا ستشتد الاعتصام والتظاهر وستكون هناك زيادة في الأعداد. أيضا على يديننا تشاهدون هذه الخيام المتواجدة والسرودقات التي نصبت من أجل استمرار وإدامة هذا الاعتصام، كون كل المؤشرات الميدانية المتواجدة اليوم هي تشير إلى أن هذه التظاهرة هي ليست تظاهرة مؤقتة وإنما هو اعتصام مفتوح من قبل أتباع التيار الصدري وكذلك حتى من غير أتباع التيار الصدري الذين تواجدوا اليوم هنا أمام مبنى مجلس القضاء الأعلى. بالتالي نتحدث عن موقف جديد مختلف هنا في موقف الاحتجاجات والاعتصامات لأبناء التيار الصدري وكذلك لغير أبناء التيار الصدري المعتصمون المتواجدون هنا في المنطقة الخضراء. وبهذا الصدد أيضا كانت هناك متابعات من قبل مجلس القضاء الأعلى الذي علق أعماله والمحاكم التابعة له، بالإضافة إلى المحكمة الاتحادية، وكان أيضا لديه بيان حاد فيه تفصيلات عديدة. وأيضا حتى السيد الكاظمي قطع زيارته إلى مصر وتوجه إلى العاصمة بغداد من أجل عقد اجتماع مع مختلف الأطراف والقوى السياسية حيال المستجدات. بالتالي نتحدث عن مستجد مهم اليوم تشهده الساحة هنا في العاصمة بغداد، سيما فيما يتعلق بالاعتصامات التابعة إلى اعتصام يعني الخضراء أو ثورة عاشوراء كما يعني يسميها أبناء التيار الصدري. فبالتالي نتحدث عن موقف جديد جعل المعطيات مختلفة والمشهد أضحى مفتوح على جميع الاحتمالات فيما يتعلق بتطورات الأمور. لغاية الآن نتحدث عن اعتصام سلمي، يؤكدون بأن الاعتصام هو سلمي ومن أجل الضغط على تحقيق المطالب وضرورة الإسراع بتحقيق المطالب. فبالتالي هو اعتصام قد لا يكون فيه أي تطورات أو لربما احتمالية مثلا للدخول إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى كون البوابتين هي اليوم مغلقتان بشكل كامل من قبل أبناء التيار الصدري. هناك حواجز بشرية متواجدة بالقرب من البوابات تحاول اليوم منع أي شخص، لربما حتى كطرف ثالث يحاول إثارة الفوضى ويحاول الدخول اليوم إلى مبنى مجلس القضاء الأعلى. بالتالي من يتواجد هنا هو ملتزم بالسلمية وكذلك بضرورة التحديد المطالب والإبقاء على ذات المطالب ويعني إيصال الرسائل والمناشدات وكذلك اليوم أصواتهم من أجل اليوم ضرورة الإسراع بتنفيذ هذه المطالب المعدة مسبقا. نعم، مفد التغيير من المنطقة الخضراء بدر الركابي، شكرا جزيلا لك.